ايه اللي هنقول بيها احنا واحنا بنتكلم في الحوار الوطني، ويبقى عندنا السادة النواب اللي هم كمان مهمومين بالوطن وبالناس، يا ترى دورهم ايه بعد هذا الحوار اللي هيتم الاستماع فيه لكافة القضايا. النائب احمد الشرقاوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. مساء الخير سيادة النائب. مساء الخير يا استاذه شفكي، وتحياتي لضيفك الكريم الاستاذ اكرم وللساده المشاهدين الاعزاء. يعني انا بتصور انه يعني ايا كان البرلمان او اعضاء البرلمان، الحوار الوطني بالنسبه لكم هو انتصار. الحوار الوطني خلينا نقول اللي هو ضروره للدوله المصريه في الوقت الراهن، بمؤسساتها، بمواطنيها. حالة الحوار نفسها مطلوبة، حالة الحوار اللي دعا السيد رئيس الجمهورية، كان البعض شاف ان حالة الحوار اتأخرت، ولكن الأكيد ان الكل أجمع ان الحوار في حد ذاته مطلوب، والحوار الوطني بتفصيلاته اللي انتوا تابعتوها الشهور اللي فاتت كمان مطلوبة وضرورية، ونتمنى أن يكون من وراء حالة الحوار دي دفعة لبناء جمهورية جديدة حقيقية. أكيد بنتمناها، تتمناها الناس لعشرات. طب أنا هسألك سؤال بصراحة برضو معايا أستاذ أكرم، لو حاب يسأل حضرتك أيضا سؤال. سؤالي هنا يعني أنا يعني هاخد دور المواطن شوية وهو بيسأل سيادة النائب. يعني الحوار الوطني الحقيقة أمامه العديد من المحاور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومحاور كلها، كلنا بنتكلم عن تشكيل الدولة بشكل عام، وهذا هو أيضا دور البرلمان. يعني البرلمان أيضا بينوب عن المواطن المصري في كافة القضايا المختلفة. هذا التوازي هل أنت شايف أنه هنا بقى فيه اهتمام كبير، وهنا أنت يسهل على مجلس النواب القضايا بالذات الأولويات اللي كان يتحدث عنها أستاذ أكرم، يعني اللي هو اختيار الأولويات ثم طرحها بشكل أكثر إلى التشريع في مجلس النواب؟ خلينا نتكلم بصراحة وبوضوح تام. أكيد أن المسار الطبيعي للتعبير عن الرأي والمناقشة حول قضايا الوطن هو محله البرلمان. تمام. الدعوة للحوار الوطني تعبر في حد ذاتها عن وجود أزمة لابد أن تحل بطريقة استثنائية وليست بالطريقة الطبيعية التي لم تؤتي بالمرجو منها في خلال سنوات عديدة، مش البرلمان ده بس، البرلمان اللي قبله كمان. احنا بنتكلم البرلمان بيقوم بدوره التشريعي والرقابي، ماشي، وانا عضو من اعضاء البرلمان، لكن كمان ليا وجهه نظر غير خفيه على حد، ان اكيد طالما دعينا للحوار الوطني اذا احنا والدوله المصريه والرئيس والقوى السياسيه شافت ان لابد نروح لمسار استثنائي ينجزنا وينجز الدولة في تحديد أولوياتها في الفترة اللي جاية. وأكيد كمان من بين الأولويات دي تحديد يعني أولويات العمل الوطني في الإطار السياسي وفي من خلال المحور السياسي داخل جلسات الحوار الوطني اللي بيتحدد على أساسها شكل البرلمانات اللي جاية. أكيد اللي المفروض أن يكون الطرح والاقتراحات اللي جاية كيفية تمثيل الشعب المصري داخل البرلمانات، ويمكن ده اللجنة الأولى في من لجان المحور السياسي، وقد تكون الجلسة الأولى من جلسات الحوار الوطني التفصيلية النقاشية هتكون جلسة التمثيل النيابي. من يمثل الشعب تحت قبة البرلمان مستقبلا؟ من يمثله الطريقة الانتخابية نفسها. صحيح. بتؤثر في كيفية تمثيل الشعب بتمثيل حقيقي. الولادة الطبيعية للكيانات السياسية وللكتل السياسية أو الكتل البرلمانية تحت قبة البرلمان مطلوبة، مش مطلوب. صحيح. التدخل بشكل غير طبيعي لتكوين كتل تحت قبة البرلمان في النهاية من الممكن لا تمثل الشعب التمثيل الحقيقي. أكيد. ولا يمكن أن تفرز نوابا وبرلمانات
معبرة بشكل حقيقي عن مطالب الناس وعن مطالب الدولة في الدولة نفسها في تحقيق أو لتحقيق ما نرنو إليه جميعا، وهي بناء الدولة المدنية الحديثة اللي كانت أحد مطالب ثورة شعب في يناير وفي يونيو اللي كملوا بعض. أكيد في النهاية الناس طلبت إحنا الدولة المدنية الحديثة اللي احنا نسعى لبنائها، ونتمنى ان يكون الحوار الوطني حجر زاويه في اساسي في أكيد بناء هذه الدوله المدنيه. اكيد نتمنى ذلك، لانه النائب في البرلمان او صوت الناس، ناقل صوت الناس، لابد ان يكون هو ايضا جدير بهذا النقل. بشكرك جدا النائب احمد الشرقاوي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني وعضو لجنه شؤون دستوريه والتشريعيه بمجلس النواب، اشكرك شكرا جزيلا.